شهدت محافظة السويس وضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية السويدي للتدريب الفني داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تهدف هذه الأكاديمية لتقديم برامج للتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، خاصة التي سيتم توظيفها بمعايير محددة تتناسب مع متطلبات المشروعات المقامة داخل المنطقة الصناعية، ومنها مشروعات الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر. حدث النهاردة هو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، والحقيقة الدولة المصرية واخدة استراتيجية ان احنا نشجع العمل مع القطاع الخاص، وايضا في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم النهاردة مع أكاديمية السويدي وبنك مصر، واحدة من اللي هتدعم ولادنا في مجال التعليم الفني بمواصفات مختلفة جدا تعدهم لوظائف المستقبل وتمكنهم من المهارات. وبالتالي احلى ما في الموضوع ان احنا النهاردة في نفس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، يعني جوه المنطقة نفسها، فهياخدوا تدريب ميداني كبير جدا يمكنهم فعلا من ان هم يحصلوا على شهادات معتمده من جهات دوليه. الاستثمار في العنصر البشري مهم للغايه، وبدونه ما فيش استثمار اصلا. وبالتالي التعليم الفني ده حاجه واخده يعني اهتمام كبير من المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وشغالين عليه لاستقبال اكبر عدد من الاكاديميات التدريب عشان نقدر نوفر للمصانع المختلفه. الدور بتاع الاكاديميه النهارده مش بس خدمه الصناعات او دعم للمجال الصناعي، ولكن كمان التخصصي في صناعات في المقام الاول الهيدروجين الاخضر، وكذلك الصناعات المستدامه. وبالتالي احنا نقدر يكون الكوادر اللي بتطلع من هذه المدارس الفنيه بتفيدنا مش بس داخل مصر، لا كمان ممكن تبقى خارج مصر.